يا مساء الورد، مساء الحب، مساء السعادة حبايب. زي ما انتم شايفين كده قدام عيونكم، هنعمل أحلى صينية روعة، أطباق رمضانية سهلة سريعة. كتير واقفين في المطبخ مش مليهم خلق يقفوا كتير، فعايزين حاجة على السريع وفي نفس الوقت تكون مغذية لنا ولولادنا، بالذات بعد صيام يوم طويل. فأنا قلت كل ما هاجي أعمل طبخة في الأيام دي تصلح أننا أشارككم فيها أفكار رمضان، هنزلها لكم بإذن الله. تعالوا معايا نشوف عملناها ازاي. يا مساء الورد، يا مساء الحب، يا مساء السعادة حبايب قلبي يا حلوين. هعمل معاكم دلوقتي طريقة روعة للحمة المحمرة السريعة. ناس كتير تقول لحمة محمرة يعني نسلقها وبعد كده نرجع نحمرها، لا، دي صينية لحمة محمرة عادية. بصوا ليه يبقى كده، على طرها بيكون فيه الدهنة، بس بتشيليه انتي او تخليه كيفك، تمام. حطينا معلقة من الزبدة او زيت زيتون او زيت جوز الهند، اي حاجة تحطيها معلقة منه. بعد كده هتنزلي شرايح اللحمة وهتغطي عليها بقطعة صغيرة، وبعد كده هنرجع نكمل مع بعض. طيب يا بنات، دلوقتي انا عندي هنا زي ما انتوا شايفين عندي بروكلي وعندي بصل اخضر وعندي بطاطس وعندي فلفل، ده فلفل اي حاجه، فلفل اخضر، فلفل الوان، فلفل براحتك، ثوم، وعندي 2 طماطم بس شلت منهم القلب بتاعها ده، ونص كوبايه ميه جنبي. واللحمه زي ما حطيناها كده زي ما شفتوا حطيناها ايه تتحمر، تمام. هتبداي تاخدي الثوم وتنزلي بيه هنا عشان تديله ايه تحميره معاها. عاوز اقول لكم دي من الاكلات السريعه في رمضان، هتسعفك وجميله، كله بجدر واحد او بصينيه واحده، تبقي عملتي خضار وفي نفس الوقت طبخت الطبخه في صينيه واحده على السريع، وفيها قيمه غذائيه رهيبه، لانك حاطه فيها بصل اخضر، حاطه فيها بروكلي، تمام. والثوم من الحاجات الضروريه في الفتره دي ان احنا نحطها في كل اكلاتنا، من الضروري جدا. طيب بعد ما حطيناها هناخد البوتيتو بتاعنا، بسم الله، وهننزل كل البوتيتو. تمام، ناخد البروكلي ونحطه. انا بحب قوي يا جماعه عروق البروكلي، مين زيي؟ بعشق العروق دي، ممكن مش اي حد يكون بياكلها، بس انا صراحه يعني من عشاق البروكلي. والبصل الاخضر، خلاص كده انت بتقفلي صينيتك عشان تروحي تشوفي ايه اللي وراكي تاني. رمضان بقى عصاير وحلويات دي هتعمليها، بس اهم حاجه في النص، اول نص ساعه بتاع تسويه اللحمه دي. فلفل، ولا هتشغلي فرنك ولا هتشغلي لا فرن كهربائي ولا فرن عادي ولا حاجه، عايزه تشيليها من العين وتحطيها في فرن بالكهربائي او فرن عادي براحتك، على حسب المكان انت فيه والحاجه المتوفره قدامك وتحت ايدك في بيتك ومطبخك. بس كده، شايفين المنظر ده؟ اهو المنظر ده، انا مش هعمل فيه اي حاجه تانية. اللهم هملح، هكبس عليها الخضار هيبك ميته مع ربع كوبايه ميه، وكل شويه لو محتاجه هتحطي لها ربع كوبايه ميه في ربع كوبايه ميه لغايه ما تستوي. كده انت خلصتي من الطبخه بتاعتك، بس كده هرجع اوريكم الشكل النهائي ليها. شوفوا بقى كده يا جماعه، لما فتحت عليها بصوا جمالها، سبتها ما عملتش فيها حاجه، هتيجي بقى في الطماطم هنا. وبس كده حبايبي، خلصت الطبخ زي ما انتم شايفين الجمال، اللحم مهري، بصوا المنظر والصوص اللي تحت الجميل، والبوتيتو مهريه علينا وعلى عينكم بالف عافيه، ضروري تجربوها، هتدعوا لي.